بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من مرقد أحد أبناء رسول الله في بستان مشهد حسن، اليوم ننقل إليكم وبذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هذه القصيدة للبرعم علي عبد الجبار حج شمخي. هذا الصوت الشجي الذي افتقدناه هذه الأيام، وذلك لإصابته في كسر في رجله، وحاليا شافاه الله وأعاد إلينا لينال شفاعة رسول الله بهذه القصيدة الجميلة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بمناسبة استشهاد الرسول الأعظم، ونحن الآن في مقام سيد من أولاد رسول الله، أهدي هذه القصيدة. حرت شيعك لو أشيع روحي، أكبر من الدنيا تدرج روحي. لا تروح يا الخذت كل شي بحياتي، لا تروح قصت الكلمة بلهاتي. من نشيم عطرك يا بويا ترد لي عافيتي إلي، انت مو بس شيبتني شيبت حتى علي. يا المشيتي وفارقتني صار أظلم منزلي، واللي فارق أعز ناس بروح لازم يختلي، واللي فارق أعز ناس بروح لازم يختلي. لا تروح خيبت كل منياتي، لا تروح غصت الكلمة بلهاتي، لا تروح. لا تفارق فاطمة ارجع وارحمي شوية الدميع، لو غضيت عينك يا بويا، لو غضيت عينك يا بويا ينكسر مني الضليع. انفاسي راحي تصير بعدك تشبه انفاسي الشميع، يصوب البسمار ضلعي وبويا عالباب اندفي. يا محمد لو متت يا ذوني، يراح بالباب شقد يعصروني. لا تروح لا تروح يا الخذت كل شي بحياتي، لا تروح يا الخذت شي بحياتي. اللي يشري فارق حبايب عينه تبقى مساهرة، ويبقى طول الليل يبكي ويروح يم المقبرة. لو رحيت راح المصايب تلزم علي السرة، لو رحيت راح المصايب تلزم علي السرة. غير كون انساك اقدر حتى ابوي يتذكر، كل شي بعيون بغيابك بويا مات، انسى روحي وما اقدر انسى الذكريات. لا تروح انت صامي وكيل صلاتي، لا تروح غصت الكلمة بلهاتي.
تروح يا الخدت كل شي بحياتي لا تروح غصت الكلمة بلهاتي يا أخوي الأخيش كبرها عن مشا وعني وجزا والله بس مو بس روحي كل شي وياهم خذا بويا ويل أبجي عليهم مثل ما ظنهم بجا سافرة عن عين كلهم ليش ما وصلوا وجا سافرة عن عين كلهم ليش ما وصلوا وجا لا تروح ارجعي بداعت غلاتي لا تروح غصت الكلمة بلهاتي يحرت اشيعك لا اشيع روحي يا اكبر من الدنيا تجري جروحي يا اكبر من الدنيا تدرج روحي ابلحم صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذه استاذ خالد دم عندك معلومات مثل عن المزار هذا قابل لتشويه اكبر من عندنا يعني بالعمر والله بالنسبه للمزار نعم طبعا حسب ما يقال طبعا بالنسبة للقباب اللي تنبني يقول لا تبنى قبة إلا على ولي من أولياء الله أو عبد من عباد الله الصالحين فهذا قديما كان طبعا ولي مدفون من أولاد رسول الله في هذا المكان في بستان مشهد حسن تحت به بساتين من جميع الجهات من الغرب والشرق وكذلك طبعا أولاد رسول الله شردوا وقتلوا على يد الظالمين وهذا طبعا عبد الصالح فر من إرهاب بني العباس ويقال بأن اختفى في هذه البساتين وبنت على هذه وتبرعها الجصان وشباب الجصان ببناء هذا المرقد الشريف وكما ترون أنه على هذه الحالة وجزاهم الله خير الجزاء يعني قصدك يعني يعني مئات السنين هو نعم نعم يعني نعم من مئات السنين طبعا هم العباسيين طبعا يعني مو شاوت 50 سنة و 60 سنة أو 100 سنة لا لا مئات السنين يعني كلها ما لحق عليه حتى الكبار هذول يعني أجدادنا الكبار اي بالفعل هم ما يعرفون يعني ما له اسم ما له تسمية يعني طبعا هذا تسمية إمام غريبة هي تقريبا تسمية خاطئة فكان طبعا هي خرابة احنا نسميها هنا خرابة فنصغر الشيء من خرابة إلى خريبة. طبعا هو عبد من عباد الله الصالحين ومن أولاد رسول الله. يعني أنت إيش تنصح مثل الواحد اللي يدخل يقول السلام عليك يا ابن رسول الله. ابن رسول الله أيها العبد الصالح. أو إذا أنت واحد من يريد يروح يزور لا يقول مثلا راح زار مثلا للإمام خريبة يقول راح يزور مثلا. إيه السلام عليك ابن رسول الله السيد مثلا. نعم المتعارف عليه يعني ما أحد يعرف إنه يعني مشت يعني من قبل من القديم يعني إمام خريبة وهكذا العالم ظلت على الاسم. بس احنا عندنا مزارين هذا هنا بستان مشهدي حسن وشاب والحسن من الكلام لا وعندنا عندنا بعد سيد لاخر بستان هنا بين بستان طالب اعتقد اكو سيد لاخر ما اعرف والله اكو هم مزار لاخر اعتقد هم هناك يعني ما اعرف بس موجود ما اعرف هن شويه برا الكتاب يا الله اللهم صل إن شاء الله مستمرين وياكم هنا وهاي الأجواء إن شاء الله الأجواء الحلوة هنا من البساتين مال جصان إن شاء الله هاي أول تصوير لنا وإن شاء الله مستمرين بلكت يعني كل أربعة أيام كل خمسة أيام كل يومين شوية يصير المجال إن شاء الله نصور بستان من البساتين مال جصان وبلكت يا ريت لو واحد من أهلها يعني هم يشرح لنا قبل شلون كانت البستان شنو وضعها النخول شلون أصناف النخول اكو جزء جماعه او جماعه غربه ما موجودين يعني مو من اهالي ناحيه جصان يعني يستفادون مثل من هالمعلومات وانتم جاي تشوفون ان شاء الله هاي هم بانين صحيات هم من ضمن المزار هم ان شاء الله جزاهم الله خير تبرعات الخيرين يعني مو تبرعات
غير الأهالي؟ ما تجي الناس دي تبرك وبزيارة هذا العبد الصالح. وهنا هم دابين بلوك ما أعرف يعني هنا هم بلوك أكو جاي هم هنا. إيه من هذا كبرون المرقد الشريف. والله المرقد. شوف هي شلون هي هاي هاي الماي هم هنا جاي. يعني هي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.